اعذرني بقى، مفيش احلى من كده. 4 ايام في البحر، لا اوتيل ولا وجع دماغ. الواد احمد صاحبي ده واد جدع قوي، ما فكرش مرتين اول ما قلت له عايز المركب. ايه رايك بقى في المفاجاه دي؟ على فكره انا كمان عندي مفاجاه عشانك. مفاجاه؟ ممكن تيجي تقعد جنبي؟ اجي اقعد جنبك. اديني جيت يا ستي. اسمع. اسمع هنا؟ مش سامع حاجه. انت سامعك وفاهمك تقيل قوي يا حسام. اسمعت ايه؟ يا بنتي مش سامع حاجة. تستهبل؟ احلف. والله رحت للدكتورة وقالت لي. يعني سلمى الصغيرة جاية؟ وهلعب بيها؟ هيبقى عندي الحمد لله. يا ما أنت كريم يا رب، الحمد لله يا رب. هبقى أب، هبقى أب يا بحر. بس ممكن أروح أجيب حاجة. لا 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 لا، أنت تيجي هنا تعالي كده، اقعدي هنا ما تتحركيش وما تلعبيش في أي حاجة. يا ستي مالكيش دعوة، عايز تاكلي؟ عايز تاكلي صح؟ أنا هعمل لك الأكل. يا ما انت كريم يا رب، اوعي تلعبي في اي حاجه. حاضر يا ابو سلمى. الله اكبر. يا ما انت كريم يا رب. عشان كده هادي الحاجه دي الجبنه دي اديني منين بقى؟ اه جبنه عيش فاكهه وفي حلاوه حمايه كمان دي بقى. اه عشان كده هادي الحاجه دي الجبنه دي وانت تسمع برده الحمراء او الصفراء او الخضراء. الله هتبقى اب يا حسام، امي هتفرح قوي. طيب يا حبيبتي بيطمنيني عليك، مع الف سلامه. ماما. ايه يا حماد؟ باركيلي. ابارك لك على ايه؟ سياده اللواء حمايه نقل لي مع حسام اخويا الاداره. الف مبروك يا حبيبي، الف مبروك، الف مبروك. ده حسام الله. هيفرح قوي بالخبر ده. وده انا هكلمه حالا ابشره. يا رب يكرمكم يا رب وما يحرمكوش من بعض ابدا. ايه عشان البوتاسيوم ده؟ بوتاسيوم صح؟ ده اكيد بيعمل حاجه. تفاح اكيد بيعمل حاجه. أوه. يا محمد ده وقتك. الو يا محمد، خير ان شاء الله؟ ما تحذر فذر كده، انا عاوزك في ايه يا سيدي؟ وده وقته؟ قول لي انت في ايه. سياده اللواء هاني نقلني معاك الاداره. بتتكلم بجد؟ والله زي ما بقول لك كده. الف مبروك يا حضره الضابط. بسم الله ما شاء الله، ده انت جيت تحت درسي. 7 الصبح تبقى على مكتبك، هدورك مكتب كل ساعه. وانا تحت امر تدوير مكتب سعادتك. اما انا عارف انك تحت امر، بس من عنك تحت امر. انت مش عاوز اي حاجه؟ ولا حاجه. بص لايدين امك بس وقولها تتعلم. خد بالك من لغايه ما ارجع ياض. ايه يا عم انت مالك مستعجل كده ليه؟ بقولك نقلت معاك، بتقفل معايا ليه؟ لما اجيلك. سلام. علشان انت هادي انا هاخدك النادي، علشان انت هادي انا هاخد دي بدلها. كيوي كيوي اكيد برضه ليه لازمه. يلا. سلمى بص بقى بجد. سلمى انا جاي لك من طرف واحد حبيبك. لا لا اكلمك هديتك يا عريس. سلمى Come on!